لا تكون دولة للمال الخاصة، لا تكون دولة للسجن صحيح إلى بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المتزوجين مهامهم عند افتتاح الدولة. إذا لم يكتمل الإنصاف القانوني للمجلس بعد استدعاء الأول، يوجه استدعاء ثاني بظرف 3 أيام على الأقل وخمسة أيام على الأقل. بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المتزوجين مهامهم عند افتتاح الدورة. إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس في المكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من يوم العام، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف الأعضاء خروج جلسات الدورة وانسحاب المكان بسبب من الأسباب خلال نهايتها لا يؤثر على مشروعية النصاب، وذلك إلى حين الكلام. فإذا الأمور واضحة، على كل حال أنا أتأسف يعني حضور الإخوان اللي يقيمون، نعمل بأن يكون عن سبب عادي وليس بهدف إخلال السيد عادل الجلسة، ونعمل خلال في الوعي يكون في مستوى مستوى السيد الرئيس ورغم ذلك أتمنى
إلى التجمع.